هذا العنوان ذكرني بما قاله الشاعر معروف الرصافي: قد كان لي وطن أبكي لنكبته، واليوم لا وطن عندي ولا سكن، ولم أرى من بلاد كنت أسكنها إلا حثالات ناس قاءها الزمن. حقيقة لا يوجد تعريف متفق عليه للوطن، اختلفت تعريفات الوطن من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر حسب وجهات النظر. البعض يرى في الوطن انتماء، كما هو الحال في أهلنا في فلسطين، منهم من تمسك بما رغم ما يمرون به من ظروف ومحن ومصاعب طيلة 70 عام اللي مرت، منهم ما زال متمسك بأرضه وما ملكه من دار وكومة من الأحجار أو شجرة الزيتون ورثها من آبائه وأجداده، وما زال يدافع ويقاتل عنها بأظافره. والبعض الآخر من خرجوا من أيام النكبة تجده الآن عبر 70 سنة وما زال يعلم أبنائه وأحفاده على حب الوطن وعلى العودة، حق العودة لفلسطين. وعندما تدخل إلى بيت أي فلسطيني تجد خارطة فلسطين وعلم فلسطين والكوفية الفلسطينية الذين يرتدونها في الأعراس وفي المناسبات وحتى في سياراتهم. وبالمناسبة الكوفية الفلسطينية التي تعتبر رمز المقاومة الفلسطينية هي بالأصل عراقية وسميت بالكوفية نسبة إلى صناعتها بالكوفة. والبعض يرى الآخر يرى الوطن الولاء، اختلفت الولاءات بين شعب وآخر وبين مجتمع وآخر، ولا يمكن أن يقاس الولاء للوطن في المجتمع المترف أو في شعب مترف، بل يقاس الولاء للشعب الفقير، الشعب الكادح، الشعب البسيط. ومثال على ذلك يعني هناك بعض الشعوب العربية تميزت بالولاء للوطن كما هو الحال في الأردن وفي مصر ودول المغرب العربي وعلى وجه الخصوص الجزائر بلد 1 مليون شهيد. هناك من يرى الوطن ذكريات عاشها من أحب في هذا البلد أو ذاك. البعض يرى الوطن كرامة، يرى أن الوطن الذي يحفظ له كرامته كإنسان يدين له بالولاء حتى لم يكن البلد الذي ولد فيه ولد بلد أبائه وأجداده. البدوي اللي نقوله بالعامية بدوي اللي يتبع المراعي يرى في بيت الشعر وطن. الفلاح يرى في النخلة التي غرسها هو أو آبائه وأجداده وطن. المزارع يرى في البستان الذي يرعاه وطن، يرى في الأرض التي يحرثها ورى في صفر السنابل أثناء الحصاد يراها وطن. الإنسان المتدين المؤمن يرى في المسجد وطن وفي الكنيسة وطن. المعلم يرى في المدرسة وطن وكذلك المدرس، أستاذ الجامعة يرى. فاختلفت التعريفات بين شخص لآخر ومجتمع لآخر، لكن وحدهم الشهداء الذين يرون الوطن في كل ما ذكرت. وأنا دائما أقول الجميع يتحدث عن الوطن ولم أجد أصدق من الشهداء. ولذلك كتبت قصيدة في ديواني الشهداء عن تعريف الوطن في عيون، ماذا يعني الوطن في عيون الشهداء. أنا أرى الوطن في عيون الشهداء كشاعر، ولذلك قلت في قصيدتي بانوراما وطن: قالوا وطن وترابه الغالي لنا حنا وكفن، كان الوطن بعيونهم أرض العبو في طينها وأم كبروا في عينها، وجار لهم ظل وسند لو جارة ظروف المحن لله در الصادقين بهالزمن، كان الوطن بعيونهم جلسة مضيف مهيلة ودلة تفوحهم طارفة، جلسة أعزاز وروسهم تصغي القصيدة وسالفة، ولما تفلح تحتن خلو ثيابهم مين وطين، وشايب مسك كيس التتن مره يلف بسكتته ومره يسولف كلمته ومره يوزع نظرته ومره يلف بنظرته بضحكته على وجوه الحاضرين،
كان الوطن بعيونهم صبح المدارس بالفرح ينثر لهم بشايره، وطفله يتيمه عابره، طفله كانه نورسه وامه بخوفه تحرسه، واطفال في عمر الزهر في كل شارع مزهرين، ولمت بنات الجامعه على الارصفه شدات فل وياسمين. كان الوطن بعيونهم ضحكه اطفال بدربهم من يلعبون، ولمت عجايز حيهم بابوابهم من يعبرون، وحايط به حروف وغزل شعر وعبارة عابثين، شارع وخطوة عاشقين، قهوة ولمة متعبين، سوق وزحام وأسئلة، وجوه بلهم مثقلة ونسمة مساء طافت على وجيه التعب ذابت ملح الكادحين، وجار شجرة تنورها وجد الرزق في نورها، وعرس وجمع لمة أهل، هذا يعانق عمته وهذا يقبل خالته، وهذه تداعب طفلها، وهذه تباري أمها تنثر هلاهل فرحها على وجوه المقبلين. كان الوطن بعيونهم صياد يرمي بالشبك، مدري يغني للنهر مدري يغني للسمك، يا صياد السمك صد لي بنية قلبي بشبك صادوه غصب علي. هذا الوطن بعيونهم غالي ولا يرخص أبد، غالي ولا يرخص أبد، يبقى وحنا راحلين، يبقى وحنا راحلين، يبقى وحنا راحلين. لا تجد إنسان يمتلك الحياء ويكذب ويطعن ويخون وطن، لكن دائما تجد من يخونون الوطن هم من فقدوا هذه القطرة. لذلك تجد أن من خان الوطن يكذب ولا يستحي، ويخون ولا يستحي، ويطعن ولا يستحي، يسرق ولا يستحي، ينهب ولا يستحي، يظلم ولا يستحي. لذلك من دافعوا عن العراق هم العراقيين الأصلاء بحق، العراقي الأصيل اللي يتمنى أن يهبه الله ألف نفس، يقاتل ثم يقتل، يقاتل حتى تخرج آخر نفس، على أن يرى العراق شامخا عزيزا أبيا، ويرى المواطن العراقي يعيش بكرامة. أما دنيئين النفس فاقدين الحياة هم وحدهم من لا يهمهم لا وطن ولا شعب ولا دين ولا قيم ولا مبادئ. لذلك هناك حواجز كثيرة. الآن الشرفاء في العراق أصبحوا محاربين في كل مكان، الصادقين أصبحوا محاربين في كل مكان، السجون مليئة بشرفاء العراق. ما يحدث في العراق الآن ليس وليد اليوم ولا البارحة، منذ أن خلق الله العراق والعراق معرض للغزوات، غزوات الأخرى والأعداء يرون في العراق كنز ثمين. لعبد الرزاق قصيدة في سفر التكوين يصف العراق، أنا أرى أنه أجمل وصف للعراق حقيقة. يقول: عندما كورت، عندما كل آياته صورت، قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب، وللنجم كن أنت منها قريب، ثم خط على الأرض منعطفان، تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان، فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كون فكان العراق. العراق مميز بتاريخه، بحضارته، بطبيعة شعبه. الشعب العراقي، اللهجة العراقية، لا يمكن أن تجد جمال لهجة كجمال لهجة اللهجة العراقية. لا يمكن أن تجد، أنا لفيت دول كثيرة ويمكن أنت أيضا لفيت دول كثيرة، والكثير من العراقيين لفوا العالم وحتى من غير العراقيين، لا يوجد شخص أكل من زاد العراق ومن خبز العراق ومن ماء العراق إلا وبقى يحن على العراق طيلة حياته أبداً. يعني نكهة الأكل العراقي، لذة الأكل العراقي مميزة، وتجد أن العراقي مميز في كل شيء.
العراقي تجده متطرف في الكرم، متطرف في الشهامة، متطرف في النخوة، متطرف في الحب. يعني العراقي عندما يحب، يحب بصدق، يحب بغيرة. العراقي على من يحب لا يمكن أن توصف. ولذلك قال مظفر النواب: عراقي هوانا وفينا ميزة الهوى خبب. أتكلم لك قصة عن غيرة العراقيين. دكتور من الموصل تعرض والده لوعكة صحية في 2006، يقول: فاضطريت أن أخرج بوالدي إلى دمشق، ولأول مرة أنا أخرج من العراق. فبعد أن أجروا الفحوصات لوالدي قالوا: لابد من إجراء عملية سريعة ونحتاج إلى 5 قناني دم. في سوريا بنك الدم ما يبيع الدم، يعطي دم مقابل دم. فيقول طلبوا مني، قالوا: لازم تجيب 5 قناني، نعطيك 5 قناني وتجيب مكان 5 قناني. يقول: فاحترت، أنا لا أعرف أحد ولا أعرف ماذا أتصرف. فيقول: وقفت بالاستعلامات أتكلم مع أحد الموظفين عن كيفية مساعدتي للحصول على قناني الدم. يقول: كان هناك رجل يقف إلى جانبي والتفت إلي وقال باللهجة العراقية: أنت عراقي؟ قلت: نعم عراقي. قال: شنو مشكلتك؟ يقول: فتكلمت بموضوع والدي. قال: سهلة، لو تريد 50 بطل دم. فيقول: ركبنا تاكسي وقال: اطلع للسيدة زينب. جينا على قهوة، رواد القهوة عراقيين وصاحب القهوة عراقي، فوقف بالباب قال لها: أهل الغيرة يا عراقيين، يا أهل الغيرة، هذا أخوكم عراقي، أبوه بالمستشفى بصالة العمليات ومحتاج إلى 5 بطالة دم. يقول: فهب جميع من في المقهى، وبعد ربع ساعة جاء باص 40 راكب واتجهني إلى المستشفى. يقول: شفتهم يتسابقون على التبرع بالدم لإعطاء عينات للدم، وكأن والدي والد الجميع. يقول: فأنا جلست على الأرض أبكي على العراق، حزين وفرح بنفس اللحظة. هذا هو العراق. للرجل اللي كان واقف بجنبي يسألني: أنت من أي محافظة؟ أنت من أي مذهب؟ أنت من أي ملة؟ أنت لأي عرق؟ ولا أنا أعرف الموجودين يتبرعون بدمهم الأبوي، الشباب، هذا الشباب المتحمس، أعرفهم من أي بلد، من أي محافظة، أو من أي طائفة، أو من أي مذهب، ولا من أي عرق. لكن الجميع نعرف أننا عراقيين. هذا هو الشعب العراقي، هذا هو العراق. الشعب العراقي ليس شعب طائفي ولا يعرف الطائفية، ولم نفكر بيوم الأيام أن هذا سني أو شيعي، هذا صبي أو هذا مسلم مسيحي، تركماني، يزيدي، أبداً. كنا نعرف أننا عراقيين، ننتمي لهذا البلد، وولائنا لبلد واحد. أنا ولدت في قرية أهلي، وهي قرية صغيرة في بادية الموصل. توفي والدي وعمري 5 أشهر. تربيت في كنف والدتي التي ربتني كرجل، وجدي رحمة الله عليه، جدي الذي تعلمت منه الكثير. أكملت دراستي الابتدائية والمتوسطة في ناحية مجاورة لقريتي، ثم انتقلت بعدها إلى الموصل. الموصل التي لها في داخل الكثير، لها في داخل ذكريات كثيرة، لها في داخل، لها في داخل طفولة، شباب، في كل مراحل حياتي. لها ميزة خاصة في شوارعها، في جسورها، في آثارها، في حضارتها، في تاريخها. ناهيك عن الأحبة. والله كثير الأماكن في الموصل اللي
ما زلت أحن في ذاكرتي إليها، ولكن أكثرها المجموعة الثقافية، الغابات التي كانت هي المكان الأجمل في الموصل. عندك مشطابية في الموصل، عندك النبي شيت، عندك النبي يونس، أماكن حلوة في الموصل وجميلة جدا، لكن للأسف كلها دمرت. أقول يا هوية تريد مني، إن قلت لك أنا شيعي وإن قلت لك أنا سني، أنا من هذا العراق وكل عراقي أنا حسه قطعة مني. أنا من بغداد أصلي، وأنا من البصرة أصلي، وأنا من أربيل أصلي، وأنا من الموصل أصلي، وكل وجه طيب أشوفه يفيض بأحزان العراق بعين أشوف وجوه أهلي. أتمنى من كل عراقي أصيل، ومن مني أنا كشاعر، ومن كل زملاء الشعراء، أن يقفون إلى جانب شعبهم في هذه المحنة، أن يقفون إلى جانب شعبهم لمحاربة الطائفية، لمحاربة الفاسدين، لمحاربة الظالمين، للتسامي على الجراح، والتسامي على المذهب، والتسامي على الطائفة، والتسامي على العرق. عندما البلد لا يبنى بالطائفية ولا يبنى بالمذهب، البلد يبنى بالإنسانية أولا والوطنية ثانيا. علينا أن نعرف بأننا عراقيين بحق، عندما نعرف بأننا عراقيين بحق، وأن ولاءنا للوطن فوق المذهب وفوق الطائفة وفوق العرق، عندئذ نستطيع أن نبني العراق وأن ندمل الجراح وأن نبني عراق للجميع. أما أن نتكلم بطائفية ونغرس الطائفية، علينا أن ننزع الطائفية من قلوبنا ومن نفوسنا أولاً، وليس لمجرد كلام وأشعار. يعني من المعيب أن أكون شاعر أتكلم ضد الطائفية وأنا في ذاك الطائفي. من المعيب علي كإنسان وكرجل أن أتكلم بالوطنية وأنا في داخلي عنصري. لا، العنصرية والطائفية والمذهبية لا يمكن أن تبني وطن. على الشاعر أن يتسامى عن جميع هذه المسميات، وأن يرى العراق فوق الجميع. كما قال الشاعر النهر الثالث شاعر العرب الكبير: يا عراق هنيئا لمن لا يخونك، هنيئا لمن إذ تكون طعينا يكون، هنيئا لمن يلفظ آخر أنفاسه تتلاقى عليه جفونك، هنيئا لمن وهو يلفظ آخر أنفاسه تتلاقى عليه جفونك. كثير جدا أشتكي للوطن، وكثير جدا أناجي الوطن. أتألم عندما أرى أي عراقي في حالة بؤس، أتألم عندما أرى أي عراقي وبلده بلد الخير وبلد العطاء وبلد الكرم يعيش في فقر وعوز. أتألم عندما أشاهد أهلي الكرماء، أهل المضايف والدواوين، يعيشون في الخيام، يستجدون المنظمات الدولية لكيس العدس وكيس الحمص ورغيف الخبز. اللي أكل من زاد العراق وشرب من مي العراق يبقى يحن للعراق مدى الحياة، فكيف للعراقي؟ العراقي حبه للعراق بتطرف، لا يمكن. قد يسافر العراقي إلى أوطان أخرى، وقد يعيش في حياة مترفة، لكن لا يمكن أن يتخلى عن العراق، ولا يمكن أن يستغني عن العراق. أنا ما زلت أحن إلى قرية الصغيرة، ما زلت أحن إلى شوارع الناحية الصغيرة اللي عشت بها، ما زلت أحن إلى عجائز وشياب المنطقة اللي عشت بها، ما زلت أحن إلى أبسط الأماكن، الأسواق الضيقة، إلى الناس البسطاء. يعني أنا أعتبر هذول وطن، فلذلك الوطن مو في طرف العيش، الوطن في داخلك. إذا كان الوطن في داخلك لا يمكن أن يخرج من داخلك. فمن الصعب علي أنا كعراقي أن أستغني عن العراق، حتى لو عشت مرفه وعشت في نعيم.
أبقى أحس في وجعك العراقي، أبقى أتألم لدمعة كل عراقي، أبقى أتألم لدمع الطفل، للحزن في وجه مرأة عراقية. ولا يمكن أن أستغني العراق ولا بدل عن العراق ولا غنى عن العراق ولا بدل عن العراق ولا غنى عن العراق. ولذلك أقول في مطلع لقصيدة، أقول كل ما حدث تفجير في جوف بغداد كنا الشضايب جوف قلبي سعرها، بغداد يا رمح بصدر كل من راد يهدم حضارتها ويمحي أثرها، تاج العواصم أرفعي راسك عناد خل العذاب الغيظ تنزف قهرها، كل ما بعدنا عنك الشوق يزداد ونعيش ليلك في الظروف وخطر. هذا الوطن بعيونهم غالي ولا يرخص أبد، غالي ولا يرخص أبد، يبقى وحنا راحلين، يبقى وحنا راحلين، يبقى وحنا راحلين. يا هوية تريد مني، إن قلت لك أنا شيعي وإن قلت لك أنا سني، أنا من هذا العراق وكل عراقي أنا أحسه قطعة مني. أنا من بغداد أصلي وأنا من البصرة أصلي، وأنا من البصرة أصلي، وأنا من أربيل أصلي، وأنا من الموصل أصلي، وكل وجه طيب أشوفه يفيض بأحزان العراق بعين أشوف وجوه أهلي. لا يمكن لهذا الشعب أن يهزم، لا يمكن لهذا الشعب، قد يضعف قد يمرض لفترة، لكن الشعب العراقي شعب حي، شعب ذو تاريخ، شعب ذو حضارة، لا يمكن أن يسكت على الظلم وإن طال ليل الظالمين أبدا. أقرأ التاريخ شوف أنه أكثر بلد متجدد وأكثر بلد حيوي ومتحرك هو الشعب العراقي. معروف الرصافي يقول قد كان لي وطنا أبكي لنكبته، واليوم لا وطن عندي ولا سكن. أنا بيتي نهب بالكامل وخرب بالكامل، ولم يتركوا في بيتي إلا مكتبة صغيرة تحوي بعض الكتب التي كنت أحتفظ بها منذ زمن طويل. لكن الآن إحنا كعراقيين في الخارج علينا أن لا نكون ضعفاء. نعم العراق موجود، العراق باقي، الشعب العراقي باقي، الشرفاء باقيين، ومن والطارئين على ليلة بغداد سيرحلون عاجلا أم آجلا سيرحلون، وهم يدركون هذه الحقيقة. نعم العراق موجود والوطن موجود في داخلنا وفي مساماتنا وفي عيوننا وفي كل مشاعرنا، الوطن موجود والعراق موجود، ولن يغيب العراق عن ذهني وعن بالي لحظة واحدة. هنيئا لمن لا يخونك، هنيئا لمن تكون طعينا يكونك، هنيئا لمن يلفظ آخر أنفاسه تتلاقى عليه جفونك، هنيئا لمن وهو يلفظ آخر أنفاسه تتلاقى عليه جفونك.